لأموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول:
أن صفقات البيع المشبوهة للأراضي هي خيانة للأمانة وخروج عن جماعة المسلمين. فيقول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ونؤكد على فتوى علماء فلسطين التي صدرت عام 1935 بأن البائع العرب أو السلطان هو خارج عن جماعة المسلمين وهو تارك للملة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويجب مقاطعته في حياته، فلا تعامل معه ولا مصالحة له. والحاضر منكم يبلغ الغائب. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، إننا ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك نحيي أهل فلسطين من البحر إلى البحر الذين يتمسكون بأرضهم ويدافعون عنها ويضحون من أجلها ويتصدون لاعتدال المستوطنين وعربدتهم. ونخص بالذكر فإننا نحيي أهالي الشيخ جراح وأهالي سلوان وأهالي العيسوية بالقدس، كما نحيي بلدات برقة وبيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومسافر يطا ومخيم جنين وأم الفحم وسخنين وعرابة البطوف وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية الذين يدافعون عن أراضيهم وهم في الميدان لوحدهم. فإن أرض فلسطين هي أرض مباركة ومقدسة، وهي أمانة في أعناقنا، فهي أمانة الأجيال تلو الأجيال، فلا تنازل عنها ولا تفريط فيها ولا تفاوض حولها. فثبت يا أبناء أرض الإسراء والمعراج. جاء في الحديث النبوي الشريف: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله وانتم موقنون بالنجاة. اللهم انت رب لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. استغفر الله. موجهة إلى الفتاة المسلمة المحتاجة
الذين يظلمون المرأة، ونؤكد لهم ولغيرهم من الآلات السليمة والأحاديث الشرعية السليمة صريحة في موضوع قطاع الرأس والجلباب، فلا مجال للتفتيش. هذا والملاحظ أن حملات التفتيش تزداد كلما ازداد عدد الفتيات الملتزمات، فلم نيأس بمعرفة الله وتوفيقه، فإن نور الإسلام سيبقى ملحاً في مجتمعنا، وأنه يزداد إشعاعاً يوماً بعد يوم، إن الباطل كان زهوقا. أيها المصلون، أيها الأقصويون، الرسالة الثانية لكتب الاهتمام باللغة العربية، نعم اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، فهل تستطيعون أيها المسلمون وبخاصة المعلمين والمعلمات والمحاضرين والمحاضرات بمختلف تخصصاتهم أن يعطوا عنايتهم للغة العربية، فإن دراسة اللغة العربية هي عبادة. ولا تعسى أن يدرس المسلم لغة أخرى